صير اخويا انا بارك مع وليداتي في محالي، جيت من الخدمه مع الستات العشيه، دخلت المحالي مريح مع وليداتي عادي ما خرجش. واحد اللحظه جات تقول لي بنتي بابا راه شي مضاربه كاينه في الزنقه، يمكن انا هبطت على اساس الطوموبيل باغي نحيدها باش ما تاذاش لي الطوموبيل ديال الشركه. لقيت اللي هبطت تيبان لي واحد الشضاري ديال التفرتيت تيطيح من الدار. طلعت في البلاصه عيطت على الناس التحتانيين، قلت لهم قلت لوليداتي هبطتهم معايا، وعيطت على الجيران اللي فوق مني. هبطنا ما كملناش 5 دقائق طاح الدار. ودابا تقاس في المنزل ديالكم، تقاس راه تشوف فيه راه النص فيه راه تجرات فيه من تما، حوايجنا كاملين باقي تما، مساعينا كلشي تما، كلشي مشى. ماشي ما تبغيش راسك، راه ماشي علاش نقول لك، راه لا يرتال، راه حنا راه كبار، راه تاكس الكوميساريه دابا انا عباش درت محضر عباش نقيت حالتي شويه، ولكن حسيت راه ما يتوقعش. المهم عندنا من جاو لي وليداتي راه هو الربا هما فيها، متوقع غطيح بحالك. هاد الدار اللي طاحت الناس خاويه هذيك الدار. ما ساكن باش يكونوا استافدوا دوك الناس فيها. علاش مالي بوالقات؟ هو بقاش بحال هكاك، الا جيت تشوف راه ماشي هادي، راه وحده اخرى تا هي من ليه. راه الاخرى تا هي خاويه تا هي. عدد كبير ديال المنازل هنا في درمول الشريف كاينين آلي للسقوط، ولكن راه بنادم ما عندوش فين غيمشي. فين غيمشي هاد الدرويش؟ كاين اللي خدام تيصور 30 درهم في النهار. فين غيسكن؟ المنزل ديالي تشوف فيه، المنزل اللي كنت كاريه راه هو تشوف فيه كيدير. راه هو قدامك، ما غنزيد عليك ما غنقص عليك. فين غتبات؟ غتعطيك نفسك حتى غتبات فيه بحال هكاك؟ 12 مليون. وراه الصدمه راه باقا نروق ما كذب وتنترعد في رجليا. هذا مسميه جبنا محمد. ملي تنقول ثلاثة الوليدات والمرأة والناس التحتانيين والفوقانيين اش بقى مازال؟ وكانوا دراري عطا الله بنادم، راه كان بنادم هنا. السيكشور راه ماشي خوات السيكشور. ما طالبش انا بحالي بحال عباد الله، تعال نقلبوا على شي محل نستقروا فيه حتى هنايا.